السلام عليكم أصدقائي، أتمنى كلكم تكونوا بخير. النهاردة يوم 24، الساعة دلوقتي حوالي 1 الظهر. كنت نازل أنا ومراتي نعمل شوبينج قبل ما المحلات تقفل، لأن بيقفلوا النهاردة نص يوم عشان بكرة الكريسماس، ويقعدوا قافلين، هيقعدوا قافلين السبت والحد والاثنين، وهيبدأوا يفتحوا تاني التلات. فكانت عربية مراتي فيها مشكلة، بدأت الزيت بيختفي مرة واحدة. فهي ماشية امبارح أول امبارح باين أو امبارح الصبح، وسمعت صوت تكتكة. فالهيدروليك ليفترز اللي هي بتعمل عمود الكامة وهو بيزق السبابات، الزيت فدي منها، فسمعت الصوت ده. كنت انا بره، رجعت امبارح مليتها زيت تاني، وبعد كده شايف الزيت عمال يقع منها. فقلت النهارده الصبح مش هخرج اروح اشتري الحاجات دي الشوبينج وافكها واشوف الفيلم. وده سبب تاني اوريه يثبت لكم ان العربيات الالماني دي اوسخ عربيات ممكن البني ادم يملكها، عربيات زباله. ولو انت شايف واحد راكب عربيه الماني، اعرف ان الشخص ده most likely عنده نقص، مش شرط عنده نقص يعني نقص، انا مراتي وبنتي ما عندهمش نقص، بس يعني قريبين ان هم يبقى عندهم نقص. ده اللي انا اقدر اقوله لكم. اوكي، فكل اللي دول عايزين يتمنظروا بالفلوس. اوكي، لان كل الامكانيات اللي في العربيات الالماني، اي الكترونيكس وحاجات فيتشرز واوبشنز، كلها موجوده في العربيات الياباني والكوري والصيني كمان لو عايزين. لكن عشان العربية نفس الإمكانيات وكل حاجة، لكن الألماني تلاقيه مثلا تمن ومرة ونص قد الياباني، فيقول لك أنا أشتري ألماني يبقى أنا كده شكلي قدام الناس إن أنا بشتري الحاجة الغالية الكويسة. وما أنا ما عنديش مانع، أنا أحب الغالي تمنه فيه، دايما بقول كده. لكن الألماني، العربيات الألماني دي مش غالي تمنه فيه، دي نصب تمنه فيه، نصب تمنه فيه، وبيضحكوا على الناس بالظبط كده. والناس طبعا عبيطة في الموضوع ده، واكتر الناس هتلاقوا فيها الموضوع ده الاعراب الالماني ايه وبتاع. اتفضلوا، جبت العربيه رفعتها والزيت عمال ينزل منها، بوظت لي الارض طبعا. واكتشفت العيب كارتيره الزيت مشروخه. تخيلوا كارتيره الزيت، عارفين ليه مشروخه؟ عشان بلاستيك. عمركم انتوا سمعتوا عن كارتيره زيت بلاستيك؟ تخيلوا كارتيره زيت بلاستيك. اتفضل، انا بفضي الزيت دلوقتي اللي هي السودة دي، شايفينها السودة دي بلاستيك بتخر من هنا. طبعا الزيت بيسخن وعمال يبرد ويسخن جامد ويبرد، البلاستيك طبعا يتمدد وينكمش ويتمدد وينكمش، راح شرخ وبدا الزيت ينزل. طبعا لو واحد غبي فضل سايق ولا حاجه، لو انا كنت مسافر، مش انا طبعا، انا مش غبي في الحاجات دي، هعرف على طول. لكن في ناس ما يعرفوش العربيه تمشيش من غير زيت وبتاع، ويكملوا لو مزنوقين في الطريق سفر ولا حاجه، يقول لك اكمل بيها لحد اول بلد، والموتور يقوم بايظ فيها وباظت العربيه كلها. اوكي، طبعا دلوقتي اتصلت باودي، البتاع موجوده بس عبال ما يجيبوها لي فيها بتاع اسبوع، و عشان اجازه الكريسماس، وتمنها $700، غاليه مش رخيصه الكارتيره الزيت كلها. اوكي، فقررت دلوقتي ان انا اصبر واشوف، لان في ممكن اجيب واحده بدلها حديد، عرفت ناس بيعملوها حديد. اوكي، وفي انواع لقيتها صيني ب $120، مش غاليه. فقررت اصبر، بس همشي العربيه ازاي؟ ما ينفعش تمشي بالعربيه الزيت كل ما تحطه بينزل منها من الشرخ ده. فقررت ان انا افك كارتيره الزيت. اوكي، ونضف الكارتيره واشوف اذا كنت اقدر استخدم الايبوكسي، اللزق الايبوكسي اللي هو اللزق، هحاول اروح اشتري لزق قوي بيستحمل الحراره، اللي هو الانبوبتين اللي بتخلطهم على بعض ده، واشوف اذا كنت اقدر اعملها والزقها دلوقتي مؤقتا لحد ما اشوف هجيب بقى الحديد ولا مش الحديد ولا اي حاجه من الكلام ده كله. اوكي، فانا دلوقتي هبدا افك، شغلانه كبيره طبعا عشان افك كارتيره الزيت. انا مستني الزيت بس ينزل ويصفصف كله منها، وبعد كده طبعا طلعت عربيتي ركنتها فوق بقى في الجراج اللي فوق تحت السيل، الشراعات اللي عملتها كويس ان انا عملت الشراعات عشان لو عربيتي فضلت فوق ما تبقاش تحت الشمس. اوكي، وبعد كده هوريكم بقى لما افك الكارتيره المنظر ايه بالظبط،
وبعد كده هقعد انضف فيها واشوف مكان الشرخ فين وانضفه واشوف اذا كنت اقدر الزقه ولا لا، وبعد كده اركبها تاني واملى الزيت. فيلم يا شباب. وفي اجازه الكريسماس بصراحه ما كانش ده في واخده في الاعتبار خالص، بس غصب عن امي لازم اعمله. يلا يا شباب، على نودي اسفكم على خير، اتمنى كلكم تبقوا سيف وفي امان.